يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد وأجتهد في تطبيق السنة برفق وحكمة، ولكن يطلب مني بعض المأمومين من كبار السن والضعفاء وغيرهم أن أصلي في الفجر بقصار السور كالزلزلة والإخلاص والفلق، وأن أسبح تسبيحة واحدة في الركوع والسجود، وأن أغير صوتي وأمططه في التكبير لجلسة التشهد، وقد علمتهم لأربع سنين أن هذا خلاف السنة ويريدون مني ترك المسجد، فهل أوافقهم أم ماذا أفعل؟ أما التكبير فالأمر سهل، سواء خفضته لهم أو لم تخفضه التكبير أمر سهل. أما تخفيف الصلاة والاقتصار على قصار السور في الفجر هذا غلط. السنة أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، هذا هو السنة، فلا تطيعهم في هذا. وهم اللي ما يقدر على القيام يجلس، إذا كان أنه ضعيف ولا يقدر على القيام يجلس، أما إذا كان يقدر على القيام فيجب عليه القيام ولو كان عليه مشقة محتملة. الحاصل أنه ما تقرأ في الفجر من قصار المفصل، ولا تطيعهم في تخفيف الصلاة. وأما أنك تترك المسجد أو ما تتركه هذا راجع لك أنت، إن كان عندك رغبة في الاستمرار تستمر، إن كان ما عندك رغبة تنتقل إلى مسجد آخر، تنتقل إلى مسجد آخر أو تترك الإمامة، هذا راجع لك أنت حسب ظروفك وحسب ميولك. لكن كونك تبقى في الإمامة سواء في المسجد أو غيره أفضل لك، لأن الإمام له أجر عظيم، وأيضا الإمامة تلزمك بحضور الجماعة في كل صلاة ولا تتأخر، والجماعة أيضا تلزمك بمعاهدة تعاهد القرآن وضبط القرآن دائما، وصلاة الجماعة إذا أحسنت صار لك أجرك وأجر من خلفك، فيها مصالح عظيمة. نعم.